في لبنان بدأت السلطات تخفيف إجراءات الإغلاق التام بشكل تدريجي. الإجراءات الجديدة شملت بعضا من القطاعات التجارية في وقت يأمل التجار والعاملون في القطاعات الأخرى فتح البلاد بعد تكبدهم خسائر مالية كبيرة جراء كورونا. تنفس اللبنانيون الصعداء من جديد، تخفيف تدريجي وعلى مراحل لقيود الإغلاق التام الذي فرضته السلطات منذ 14 من يناير الماضي للحد من التفشي الواسع لوباء كورونا. المرحلة الأولى من التخفيف ما زالت مقيدة بحظر تجوال والخروج بحاجة إلى إذن مسبق عبر المنصة الإلكترونية التابعة للحكومة اللبنانية. كأنه الحياة ببيروت طبيعية، يعني كأنه ما في كورونا، كأنه ما في شيء، العالم عم تتنقل رايحة جاية. إجراءات ما في، منا حاسمة يعني، بس في حركة قبول، يعني إذا بتنزل بتحس حياة عادية يعني. تعود الحياة تدريجيا إلى طبيعتها عبر أربع مراحل. في الأولى تفتح محلات السوبر ماركت والمصارف والإدارات العامة بقدرة استيعابية لا تتعدى الربع، فيما بقيت قطاعات تجارية واقتصادية أخرى مقفلة، الأمر الذي أثار حفيظة تجار واقتصاديين رفعوا الصوت مطالبين بالسماح لهم بالعمل لتكبدهم خسائر مالية كبيرة جراء الإقفال. ليس هنالك بلد واحد في العالم أخفض صناعته، ذهبنا إلى هذا القرار بشكل غير مدروس وعشوائي. المصارف، التجارة، بيع التجزئة، بيع التجزئة هو قطاع آمن، المطاعم شيء آخر، شيء آخر، وعلى الناس أن تلتزم، أن تلتزم بالمعايير، أن تلتزم بالإجراءات الوقائية. إعادة الفتح تقترن بحذر وتنبيهات من السلطات الصحية لجميع اللبنانيين بالتزام أقصى درجات الوعي في انتظار وصول الدفعة الأولى من اللقاح إلى لبنان منتصف الشهر الحالي. إحنا لحد هلأ نبين معنا اليوم إنه في تجاوب من كل الناس، بس الناس ما عم تقدر تعرف إنه لازم نكون ملتزمين بهالأمر لحتى نحافظ على الأمور البسيطة اللي قدرنا حصلنا عليها من الإغلاق لمدة 3 أسابيع. نحن اليوم بعد إغلاق 3 أسابيع بلشنا لأول مرة، أول أسبوع بلشنا عم نشوف أرقام أقل في الطوارئ، أرقام أقل في العناية الفائقة. كانت أسابيع الإقفال ثقيلة على اللبنانيين، تنازعتهم خلالها المخاوف من ارتفاع الإصابات والوفيات وأعباء الحياة الصعبة مع توقف الكثير من الأعمال. فتح البلد جزئيا من جديد على وقع استمرار تسجيل لبنان إصابات مرتفعة بالوباء كما معدلات الوفيات، في حين تحذر السلطات من مغبة التفلت في الإجراءات الوقائية وإلا العودة إلى مرحلة الإقفال التام، في وقت تعلو الأصوات في الشارع مطالبة الجهات الرسمية تأمين تعويضات مادية تساعد اللبنانيين على الصمود في منازلهم. جين عفيش، الحرة، بيروت.